صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه اهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين لسنه 2016 نص المرسوم الاول رقم 22 على اعاده تنظيم مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على النحو التالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ويتبعه مدير عام مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بدرجه وكيل وزاره ويتبعه اولا اداره مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ثانيا منسق عام للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة المشاريع، إدارة التخطيط الاستراتيجي. ثالثاً، منسق عام الدراسات والبحوث بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة البحوث، إدارة الدراسات، إدارة التنسيق والمتابعة. رابعاً، منسق عام الإعلام والتواصل بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة الإعلام، إدارة التواصل. فيما نص المرسوم الثاني رقم 23 على تعيين الشيخ خالد بن حمود بن عبد الله الخليفة رئيسا تنفيذيا لهيئة البحرين للسياحة والمعارض